بالمناسبه كانت اثيرت كلمات او الامس من ايام تثار ان كانوا يريدون وضع علامه المثليين على عمله 20 جنيه المصريه، وكن نجهز لحمله رفع قضايا على المسؤول الذي وقع، لكن الحمد لله طلعت ال 20 جنيه بدون علامه المثليه. فواحد جاي مكبر حتى يرى يقول لي لعلها، يا اخي ما امرنا بكذا، ال 20 جنيه ما عليها هذه الصوره، ما عليها هذه الصوره ابدا. الحمد لله جزا الله خير من حذفها، جزا الله خير من ساهم في دحض هذه الاباطيل، ولا كنا سنتجه لفتوى تحريم تداول العمله المرسوم عليها علم المثليه. العمله المرسوم عليها، نحن في دوله مسلمه، نحن في دوله مسلمه، نحن في دوله مسلمه، كان يحاكم رئيس البنك المركزي الذي وقع عليها، لكن الحمد لله ان خرجت من تحت يده سليمه، جزاه الله خيرا. 20 جنيه خرجت سليمه والحمد لله بعد ان رايناه. شهد ان واحد جايب مكبر اسد سياره، يا اخي مش كده، ما امرنا بهذا. معك 20 جنيه من عبد الرحمن نوريها لي. ماشي. هذا ال 20 جنيه يا اخوه ليس عليها اي علم مثليه. عليها مسجد فقط، الحمد لله. الحمد لله.